شكرا على الاستضافه. كنتواجدوا اليوم في المحطه الجويه الاولى اللي غادي تكون مخصصه ان شاء الله للرحلات الداخليه. تنعرفوا بان الرحلات الداخليه يعني عرفت واحد التطور كبير في السنتين الاخيرتين، بحيث مثلا الرحله اللي كتربط بين العاصمه العلميه ومدينه مراكش فانتقلت من رحلتين اسبوعيين الى 5 رحلات اسبوعيه. عندنا كذلك الربط مع مدينه الرشيديه، مع الدار البيضاء، مع اكادير، فيعني كاين تطور مهم ومنتظر ان شاء الله بتضافر الجهود باش تفتتح رحلات في اتجاه مدن مغربيه اخرى. اليوم عندنا 2 رحلات، رحله لمدينه الرشيديه ورحله لمدينه مراكش، وان شاء الله كنأملوا نفوتوا 200,000 مسافر يعني اللي غادي تبدا تبر بهذه المحطه، ولا نعاود ناكد بانها تكون خاصه بالرحلات الداخليه. وعديد من الاشغال يعني تعملت في الاشهر الماضيه من اجل يعني تاخذ المحطه حله جديده، وكيف كنشوفوا اليوم احنا فرحانين باش نستقبلوا هذه الرحلات الداخليه واللي غتساهم في تطور كبير وكبير جدا في ديال يعني عدد المسافرين من مراكش. نعطي واحد الاحصاء، فبلا حدود البارحه سجلنا 10,071 رحله، اي بزياده قدروا 10% مقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه. بالنسبه للمسافرين فتجاوزنا السقف ديال 1,200,000 مسافر بزياده لقدر ديالها 12% مقارنه مع نفس السنه الماضيه. تنأملوا نختموا السنه ب1.5 مليون مسافر، ونبقاو ان شاء الله في يعني في تطور من اجل باش نرفعوا من يعني الطاقه الاستيعابيه والرحلات يعني اللي كتوافد على العاصمه العلميه، وربطوها بمدن كبريات، مدن اوروبيه والمدن المغربيه بجميع الجهات ان شاء الله.